تكون قبل مودانتي كرت تعطي أكثر مما أنك تأخذ. هذا علم إذا أعطيته كلك للعلم سيعطيك جزء منه، وإذا أعطيت جزء منك للعلم لم يعطيك شيئا. يا الله، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هاي الابتسامة مش لأننا بدنا نخلص من بعض، لا والله العلي العظيم، بس سبحان الله أول ما وقفت قدام الكاميرا والله العلي العظيم اتذكرت كم مرة وقفت قدامكم، وهذا الشيء على قدر ما يسعدني والله على قدر ما يحملني مسؤولية البذل ثم البذل ثم البذل. فيديو ختام إن شاء الله ما حطيل عليكم يا رب، ولا مجهز إشي من اللي بدي أحكيه، لكن يعني خير الكلام ما قل ودل، أو ممكن ما كثر ودل، ما بنعرف. هلا يا طلابي المحترمين، الله يعطيكم الصحة والعافية. أول شيء شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله على إعطائي. الحمد لله العمر والوقت والطاقة، عطايا رب العالمين والله العلي العظيم، ان الحمد لله رب العالمين بدأت وحكيت ان شاء الله تعالى. متى بتعرف انه دورتنا انختمت واكتملت تماما؟ لما بنزل الفيديو الختامي، والله اعطاني هذا الوقت اني اوقف قدامك واحكي لكم هذا هو الفيديو الختامي. لله الثناء والمنة والفضل والشكر والله غير منقطع والله. محترمين مؤدبين، الله يعطيكم الصحة والعافية، مشوارنا طال وطال وطال. أرجو من الله عز وجل أني ساهمت في تقدمكم العلمي لو واحد بالألف، وأرجو من الله عز وجل أنه كنت أنت واضع في بالك شيء معين تسمع بإشي اسمه خالد والله وتدريس خالد. أرجو من الله أنه كان إن شاء الله تعالى اللي شفته بعينك واللي درسته كان يعني يرتقي للمستوى المطلوب ويزيد. على أنا ما بدي زيادة، ما بديش أطمع كثير، لكن أنه يرتقي للمستوى المطلوب إن شاء الله. والله يا طلابي المحترمين لا أذكر إني وفرت من جهدي طرفة عين في التقدم معكم. الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله. إحنا نكبر مع بعض ونتعلم من بعض وإلى آخره. هلا محترمين، الله يسعدكم يا رب، أشعر إنكم وعيا أعلى بكثير وعمرا ما شاء الله، هي ما شاء الله متقدمين approaching 18 سنة، الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. الآن مش بحاجة لخالد بحيث يوجهكم وينصحكم، لكن انتبهوا انتبهوا انتبهوا، keep learning to the last breath، ظل تعلم للنفس الأخير. التعلم والتعليم ما ينتهي عند حد التوجيهي وعند فيديو ختامي. الآن سبحان الله كل ما تبحر في العلم أكثر دائما وأبدا ستشعر دائما وأبدا أنك بحاجة المزيد، وأنك جاهل وجاهل وجاهل، حماكم ربي، لكن فاهمين شو المستوى اللي أنا بحكي فيه المستوى اللغوي. الله يسعدكم يا رب. هلا يا محترمين، النصائح كثيرة والله العلي العظيم، لكن يعني إحدى النصائح اللي دائما أركز عليها في المراحل الأخيرة، اتواضع أخواني اتواضع. لو يعني أعطيت ما أعطيت من الدنيا من مال ومنصب وشهادات وإلى آخره، تواضع، من تواضع لله رفعه. أذكر يا محترمين في يعني أحد الكتب اللي قرأتها، الله يسعدكم يهدي بالكم يا رب، سؤال إمام شخص معين مغرض حب أن يحرج هذا الإمام، فالآن في خطبة، الآن شغال ويحكي وما شاء الله، ويعني يتجاذب أطراف الحديث ولطائف المعارف ومن أطائب الحديث، فشخص معين حب يحجه فسأله سؤال، الآن سؤال صعب شوي يعني مش سهل أبدا، وسؤال يعني ما له مدخل صحيح، فقالوا لا أعلم. فالشخص هذا بيحكي لصاحبه شايف الآن أحرجت هذا الإمام، فقال له اسمعوا الجملة بالله عليكم، هاي ديدا خالد دائما وأبدا هاجسي أمام قدام عيوني دائما، قال له والله إنما ارتقيت المنبر، طلعت هالثلاث أربع درجات بعلمي، ولو ارتقيت بجهلي لوصلت عنان السماء. الله الله، يعني الآن أنا كوني متعلم وإمام والناس بتجيني من كل حدب وصوب، فأنا طلعت هالكم من درجة ووقفت قدام الناس، لو بدي أرتقي الآن الدرجات بجهلي لوصلت عنان السماء، وهو عالم وعالم وعالم. فديروا بالكم، الله يرضى عنكم يا رب، من تواضع لله رفعه. دائما وأبدا لازم تعطي أكثر مما أن تأخذ دائما وأبدا. أخواني الله يسعدكم يهدي بالكم يا رب، لا دير بالك، انتبه انتبه انتبهي، ديروا بالكم، تحكموا على ظاهر الشيء الله يسعدكم، ولا تتعمقوا فيها، ستجد نفسك يعني تبحث في عمق الأشياء ونسيت الآن وضعك ونسيت مجتمعك ونسيت عروبتك ونسيت دينك وإلى آخره. مثال بسيط جدا، الآن أحد الأشخاص يا محترمين شخص كبير ويعني معمر وعنده لله عز وجل، بيحب يطلع دائما على قرى الأطفال، الناس يعني المحتاجين من قريب أو من بعيد، بيحاول أنه يسعدهم قدر الإمكان. ففي يوم من الأيام يا عمو بدنا نطلع بالله عليك طلعنا على الملاهي، هل عمو عمره 80 سنة قال يا عمي يلا اطلعوا على الملاهي.
الآن لما وصلوا هناك يا عمي نطلع على الجبل الروسي ونطلع على مش عارف شو، الآن ختيار كبير وكل أمراض الدنيا موجودة فيه، قال والله مش مفشلكم يلا بدي أطلع. الآن طلع وهو في الآن في أثناء اللعب، هو طالع عشان يبسط الأطفال الصغار، توفاه رب العالمين. أنا من الأشخاص اللي سمعتها ما ناس حكالي بشكل مباشر، الآن ناس حكموا مباشرة قالوا يا الله لو إنه هذا مات بالمسجد مش أفضل له. الآن هذا الشخص رايح عشان يعني يبسط ويرسم الابتسامة على وجوه الأطفال اللي ما في شخص ممكن يرسم الابتسامة على وجوههم، لكن حكموا عليه. الحكم على الظاهر يقتل. ولا تتعمق في الأشياء، إذا أنا حكيت لك صباح العسل الآن أنت تنبسط، لكن إذا تعمقت في العسل ستجد قيء نحلة. إذا بحثت في عمق الأشياء الآن بتقضي حياتك كلها تبحث في أعماق الأشياء وتتجاهل نفسك، تتجاهل نفسك. دير بالك لا ينتهي يومك في بغضاء في شحناء، في حاول أنه دائما وأبدا تجاوز. اشعر الآخر أنه غلط، لكن تجاوز دائما وأبدا. الله يرضى عنكم يا رب. لازم تكون giver more than a taker دائما وأبدا. هذا الجانب الأول. هلأ ننتقل للجانب الثاني اللي هو الجانب التعليمي. الآن طلابي المحترمين إن شاء الله تعالى إن ما نكون قصرنا، هلأ في فرق ما بين لو وقفت في أول فيديو حكيت يا 2005 أنا عملت كذا وراح أعمل كذا وراح أعمل كذا وراح أعمل كذا، فهاي يعني أقرب ما تكون إلى دعاية. وما بعرف يعني كونكم معي سنة كاملة وأنا أتشرف والله العلي العظيم، الآن ما أظن عهدت في الآن أسلوب الدعائي أبدا، لكن والله وهذا فضل من الله دوسية الإملائيات ما ظهرت إلا على دوركم، الحمد لله يا رب. الآن دوسية الوزاريات ما ظهرت إلا على دوركم، الحمد لله يا رب. الآن حل دوسية الوزاريات ما كان إلا على دوركم، يا رب لك الحمد والثناء والمنة. الخلاصات القطع ما ظهرت إلا على دوركم. أكثر جيل تم تصحيح له مواضيع إنشاء، الآن الفيديو الختامي أنا ما بعرف متى بتسمعوني الآن، أنا في شهر 4 الآن ما تصحح يعني هالعدد الضخم جدا من المواضيع هاي، طاقم كادر كامل والله للتصحيح، طبعا بالنهاية تحت إشرافي، لكن جماعة ثقات كلهم، والآن بيرجعوا لمواضيع الإنشاء وشغل كادر كامل شغال لخدمتكم، بدءا من السيد القائد محمود وما فيهم أحكي لفلان وصولا لفلان، كلهم قادة كل واحد في مجاله. الشخص اللي بيحاول يخدمك على الجروب مباشرة، الشخص اللي بيحاول يخدمك في موضوع الإنشاء مباشرة، الشخص اللي بيحاول أنه يرد على استفسارك بشكل مباشر، الشخص إلى آخره. فأرجو من الله الآن الدعاء منكم لكافة الأشخاص والطاقم الكادر كامل اللي بيشتغل، يعني بنشتغل أنا وياهم مع بعض، الآن هدفنا واحد هو بعون الله تعالى التقدم فيكم إن شاء الله تعالى، بغض النظر ما في لا رئيس ولا مرؤوس ولا شيء، كلنا كادر واحد، كلنا أخوان. الله يسعدكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله. الآن محترمين الله يرضى عنكم يا رب، أرجو من الله عز وجل أني أكون تركت فيكم شيء بسيط، يعني الآن طالب 2005 إذا بده يحكي لطالب 2006 والله درست عند فلان ومؤتمن أنت ومؤتمن أنت، الآن اللي شفته أنت إذا كان في تميز أنقل، ما شفت في تميز لا تنقل يا أخي ويا أخي، الله يرضى عنكم يا رب. لكن أنا متأكد وأنبسط والله حق انبساط وخير انبساط لما الآن طلاب 2006 أعداد ضخمة الحمد لله رب العالمين تتواصل معي، والله إحنا والله أخوي درس عندك، ابن عمي بنت عمي درست عندك، بنت خالتي ابن خالتي درس عندك، هذا شيء يثلج صدري والله، وعلى قدر ما يسعدني على قدر ما يحملني مسؤولية العطاء ثم العطاء ثم العطاء. فالله يرضى عنكم يا رب ويسعدكم إن شاء الله، وجهودكم جبارة وعظيمة. هلأ طلابي من الآن تتساءلوا عن المكثف، أنا راح إن شاء الله تعالى إن شاء الله قبل تاريخ 15/5 بعون الله راح أطلع بفيديو، الآن فيديو توضيحي لفكرة المكثف إن شاء الله تعالى بعون الله، بدأ التصوير فيه من الآن، لكن ما بننزل على البطاقة إلا ب 15/5. الآن حنحكي عن كافة التفاصيل اللي لها علاقة في المكثف، الآن بحيث إذا اقتنيت هذا المكثف تعرف بالضبط من أين تؤكل الكتف إن شاء الله تعالى، وإذا ما اقتنيته أنا متأكد مليار حترجع للمادة بطريقة معينة، بتشتغل فيها بطريقة معينة، والحمد لله المادة عندك شرحت ما ترك منها لا حاجة ولا داجة. لكن أنا أذكر أنه كل وحدة كان المفروض فيها امتحانات، فيها اختبارات، كل وحدة كان فيها مراجعات، كل وحدة كان فيها وزاريات، وهذا شيء عظيم.
الآن المكثف حطله وأحكي عنه كل تفاصيله. هلا مش من عادة خالد أنه يطلع ويجي يحكي لك جيب المكثف واشتري المكثف، وإذا ما اقتنيت المكثف حياتك إلى دمار لا قدر الله. لكن الآن الأفعال هي دائما بتكون أقوى من الكلام، الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم. الحمد لله رب العالمين، هذا نجاح مش السنة الأولى ولا السنة الثانية ولا السنة الثالثة، فضل من رب العالمين. هذا جيل 19 أقف أمامه الحمد لله، وإذا ما علمتني 19 عام اللي مضت من عمري في هذه المهنة وفي هذه العظمة وفي هذه العظمة المطلقة لله عز وجل، طبعا هاي المهنة العظيمة إذا ما علمتني كيف أنا أقتاد طالبي بطريقة صحيحة بحيث أني أوصله للامتحان بطريقة صح، الآن لا خير في 19 عام فهي مجرد أرقام لا أكثر ولا أقل. طلابي المحترمين، الله يعطيكم الصحة والعافية، أرجو من الله عز وجل، أرجو من الله أني ما أكون قصرت معكم طرفة عين يا رب يا الله. الآن أنا متأكد مليار إنكم رح تكونوا ناس على قدر عالي جدا من المسؤولية، وحتكونوا إن شاء الله ناس مسؤولين بعون الله تعالى. وتذكر يا أخي ويا أخية، تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم تعلم، الله يرضى عنكم. ما حوصيكم بأشياء معينة، احنا مش في خطبة الله يسعدكم يا رب، لكن من الأشياء الرئيسية جدا حتنطلقوا لجامعات بعد فترة بسيطة إن شاء الله، ديروا بالكم الآن رضا أهليكم، هذا أحد اللي هي ركائز التميز، كما أن للدعاء ركائز فللنجاح والتميز ركائز وهامة جدا جدا. هاي الركائز بعد توفيق رب العالمين رضا الوالدين، ديروا بالكم انتبهوا. ممكن الآن يقال لك مثلا عبارة معينة بطريقة معينة الآن لا تروق لك، ممكن تضطر ترفع صوتك، تضطر تضجر يعني، بتزعل بتتضايق، تذكر انه اللي وصاك مش خالد. لو خالد قال لك هاي مهمة حتحط عليها 100 مهم، اللي وصاك هو رب خالد. هون يجب ان نقف وننيخ مطايانا ونذكر مين الشخص الموصي، واذا كان ربنا عز وجل الموصي فهون ما في كلام اطلاقا اطلاقا. بالله عليكم تحفظوا بيت الشعر، بالله عليكم ان عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب. يا رب يا الله يا رب يا الله، التوفيق والسداد إن شاء الله والخير الوفير والعلم الكثير لطلابي حيث الفخر. شكرا لربي على عطايا ربي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغفروا زلاتي إذا أخطأت في مادتي من بدايتها إلى نهايتها فهو خطأ مني ومن شيطاني، والحمد لله رب العالمين إذا أبدعت فهو من رب العالمين، الفضل ينسب لرب العالمين، والخطأ والزلل لا ينسب إلا لي ولشيطاني. وإذا افترضت في الخير والله إني لشر الناس إلا إذا غفر لي ربي أخطائي بحجمي. الآن كل ما زاد الحجم كل ما زادت أخطائي، أخطئ في الليل وفي النهار لكن نلجأ لرب العالمين يغفر زلاتنا إن شاء الله تعالى. وإذا افترضت في الخير تذكروا دائما وأبدا فهذا الخير فيكم، وهذا إن دل فالمدلول واضح فهو حسن أرومة وهو نقاء معدن وصفاء سريرة. فبارك الله فيكم وفي بيئاتكم، اللهم آمين يا رب العالمين. تعودنا أن نقول سلام عليكم، ولكن اليوم أقول وعليكم سلام ورحمة الله، لأني أكاد أسمع في كل خلايا جسمي السلام عليك يا خالد. فعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله.